تطلعات كبيره جدا مع افريقيا. وواضح ان السلطات الصينيه الحقيقه كانت مركزه جدا على الاستثمار في افريقيا الفتره اللي فاتت. احنا الحقيقه من اليوم الاول وكل الدراسات النهارده بتشير الى تعاظم عوائد هذا المشروع. وانا هنا يمكن بحيي الاكاديميه ان خدت هذا الموضوع النهارده خصوصا بعد زياره السيد الرئيس وبعد الاتفاقيات الثنائيه اللي حصلت بين مصر والصين عشان تعظم من هذا المشروع. مصر النهارده ليه تقدر تلعب دور محوري كبير؟ ده السؤال الحقيقه المحوري. وانا بتكلم كمصري شايف ان مصر في الفتره اللي فاتت دي كان عندها امكانيات وما زالت ممكن او تتفجر فيها الطاقات الكامنه فيها. لما بتكلم انا عن شواطئ مصر 2500 كيلو متر تقريبا، وبتكلم على المدن الصناعيه، وبتكلم على المواني المحوريه اللي موجوده في مصر، يمكن الهب بتاع قناه السويس الجديده والطرقين اللي اتعملوا في قناه السويس اخيرا، والمواني المحوريه سواء كانت مدينه في السخنه او في دمياط او في الادبيه او في شرق بورسعيد او شرق التفريعه او ميناء دمياط، زائد المواني اللي موجوده كلها في نهر النيل، زائد اتفاقياتنا مع 70 دوله تقريبا في افريقيا واوروبا. ده الحقيقه بيضعنا امام تحدي كبير جدا في كيفيه استغلال كل هذه الامكانات وتعظيم عوائد كل هذه الامكانات. واضح ان احنا محتاجين مزيد من الدراسات. والحقيقه يمكن من اهم معالم المشروع اللي بنتكلم عنه معلم المشروع بتاع طريق الحرير، انه لما تقدم للعالم اتقدم بدون اي شروط. والعالم الدول وافقت عليه وبركته. والعالم كله النهارده قاعد النهارده بيتسابق يشوف يقدر يعظم عوائد استفادته منه تمشي ازاي. مصر النهارده في موقعها الجغرافي الفريد وسط قارات العالم كلها، وسط كم الكبير من الامكانات اللي موجوده في مصر، نقدر نلعب دور كبير جدا سواء في الربط ما بيننا وبين افريقيا، او بيننا وبين اوروبا، او بيننا وبين اسيا شرقا وغربا. وهنا الحقيقه يمكن انا هكلم بلغه البيزنس شويه، ازاي احنا نقدم الدراسات دي عشان تبقى دراسات مدروسه ومقيمه، بحيث ان متخذ القرار يقدر ياخد قرار في التمويل، وخصوصا انه كم كبير جدا من التمويل متاح. في العاده بيبقى المشروع بيتقدم ونجري ورا تمويله، لا، في بنوك متخصصه النهارده في الصين موجوده، وفي بنوك عالميه هتقدر تمول هذه المشروعات، ومحتاجه الدراسات المتكامله اللي تتقدم للمشروع عشان يوافقوا عليها. وبالتالي يمكن العبء الكبير ده، وانا اعتقد انه الدكتور هشام عرفات بعد المنظومه الجميله الرائعه اللي قدر يقدم فيها منظومه الطرق في مصر، وقدر يغير ترتيب مصر النهارده الترتيب المحوري اعتقد من 100 مش عارف 29 تقريبا لحاجه 72، غير المشروعات اللي بتقام في مصر النهارده من شبكه الطرق الكبيره اللي موجوده النهارده اللي يمكن ما كانتش موجوده قبل كده، يخلينا نحلم بالحلم الكبير ان احنا نمسك مطلوب ايه الفترة الجاية كمان نركزه مع افريقيا. الطريق الحرير بتاعنا بقى اللي هياخدنا من اسكندرية الى كيب تاون قد يكون مشروع محوري مهم جدا. سكة القطر كلها اللي تمشي عن طريق البر، المواد المحورية الملاحية، لا يعقل ابدا ان انا كمنتج لما اجي انتج في ميناء السخنة او في ميناء اسكندرية واحب ابعت منتجاتي الى افريقيا ابعتها عن طريق اوروبا. كان الاواني النهاردة ان يكون في مواني ملاحية منتظمة بين دولنا في شمال افريقيا مع جنوب افريقيا سواء كان الشرق او غرب افريقيا. ان الاوان النهارده ان احنا نقدم الدراسات دي كلها في دراسات متكامله عشان تخصص الانتاج اللي موجود عندنا احنا، ازاي نقدر نقدم بلادنا احنا في تخصص انتاج حاجات معينه، ودول اخرى في افريقيا ودول اخرى في اسيا تتخصص في انتاج حاجات اخرى، ونتكامل فيما بيننا البعض وسط دراسه منظومه كبيره جدا. ان الاوان النهارده ان احنا نقدم الدراسات ونقدم الترويج لهذه الدراسات. وانا يمكن عاوز اقول ان الخبرات العالميه المتخصصه يجب انها تحتل مكانه كبيره الفتره اللي جايه، لان اذا كانت المؤسسات الماليه اللي موجوده كبيره فاحنا محتاجين حد على نفس الحدث الكبير ده اللي يقدر يقسم ويوزع ويسوق ويروج كل هذه الامكانات. القاره الافريقيه هي قاره كبيره، قاره غنيه، وآن الأوان النهارده نفجر فيها الطاقات الموجوده فيها. أنا يمكن طلبي اللي أنا بلح عليه النهارده إزاي إحنا نقدم هذه المنظومه في صورة دراسات
ويقوم بها الحقيقة مكاتب استشارية متخصصة ومكاتب تمويلية عالمية متخصصة وترويجية متخصصة. هنا الحقيقة التارجت بتاعنا لو قدرنا نحققه هنقدم الحقيقة يعني طبخة جاهزة لأي متخذ قرار. وأنا أعتقد أن البنوك لما تجد العملية بالصورة دي وبالسرعة دي هيقدروا يمولوا على طول، والمشروعات كلها سواء كان في الربط بين الشمال والجنوب أو بين الشرق والغرب هتكون لها أولوية سريعة جدا الفترة اللي جاية. احنا عندنا في مصر الحقيقة منظومة كبيرة جدا من المدن الصناعية المتخصصة، وشفنا قد ايه الفترة اللي فاتت دي المدن العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروع قناة السويس والمشروعات اللي موجودة النهاردة في الساحل الشمالي كله ومشروعات المواني المحورية اللي موجودة في بورسعيد والجزء المثلث الذهبي اللي موجود للاستثمار في مصر. وانا اعتقد الاخوه الطلاينه موجودين النهارده معانا هنا وعارفين ان المثلث الذهبي وعارفين ان منطقه السخنه بالذات اللي يقطن فيها النهارده الاستثمارات الصينيه اكثر من 1500 شركه صينيه بتعمل وبتصدر منتجاتها الى اكثر من 30 او 40 دوله في افريقيا. الشركات الصينيه اللي موجوده النهارده اللي جت وبقت فيها منطقة صناعية اقتصادية صينية موجودة في مدينة السخنة، وبعد ما خلصوا المساحة الأولانية طلبوا مساحة أخرى أعتقد 6 مليون متر أخذوهم، وجنبهم بعد كده على شمالا في محور قناة السويس في المنطقة الصناعية الروسية، وآن الأوان النهاردة أنه يبقى في تخصص إنتاجي مشترك وتخصص خاص بالمدن نفسها وبالدول نفسها انها تتخصص في منتجات وتخطط اماكن محدده على ضفاف قناه السويس وعلى ضفاف المشروعات الصناعيه المتخصصه في المنطقه. انا شايف ان القياده السياسيه مترحبه جدا، الشعوب والدراسات الاقتصاديه موجوده وكلها مبشره، وان الاوان النهارده ان احنا ننطلق لانه الانطلاقه ان شاء الله هيكون فيها عوائد كبيره جدا لكل الدول ان شاء الله اللي هتشارك فيها. وبكده احنا بنفجر الحقيقه الطاقات لمصر، لان احنا بنتكلم على الحقيقه مشروع القرن، هو المشروع اللي يقدر يضيف كتير جدا لكل الدول مش للافريقيه بس، لا ده هتبقى دول افريقيه والاوروبيه والاسيويه سواء كان في الخط نفسه المتاح. والنجاح في هذا المشروع هيؤدي إلى فكر جديد لبعض الدول التانية.